Excellency, صاحب الفخامة President الرئيس عبد الفتاح السيسي my brother, friend, أخي وصديقي I would like to start by أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لسيادتكم ولحكومة مصر على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة التي تلقيناها في هذا البلد الجميل. The President and I السيد الرئيس وأنا قد عقدنا محادثات مثمرة للغاية وأتطلع إلى مواصلة تعميق شراكتنا. الاتفاقات التي وقعت اليوم تستند إلى العلاقات طويلة الأمد بين مصر ورواندا والاستفادة والتبادل المستفيد فيما بيننا في العديد من المجالات. إن جائحة كورونا فيروس تذكرتنا بأهمية الترابط أكثر من ذي قبل وأنه لا يوجد بلد يمكن أن يتعامل مع أزمة عالمية بمفرده. إذن فإن التعاون هنا هو أمر مهم للغاية وتحديد مجالات جديدة للتعاون هو أمر حتمي وحساس لإعادة اقتصادنا على المسار مرة أخرى وتعزيز وتوقية القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية. وهذه نقطة انطلاق جيدة للاستفادة وتعظيم مجالات التجارة الحرة في أفريقيا والتي هي تعمل في الوقت الحالي، وهذا سيخلق العديد من الفرص ولا سيما بالنسبة لأصحاب الأعمال وللشباب وحماية مستقبلهم هو أمر أساسي بالنسبة لقارتنا وكذلك بالنسبة للتنمية المستدامة. سيدي الرئيس، أنني لا أغفل أننا لا زال لدينا ذكريات جميلة أثناء الزيارتين التي قمت بها سيادتك من أجل تعزيز العلاقات الشخصية والعلاقات بين البلدين. ومرة أخرى أود أن أشكر سيادتكم على هذه الدعوة لزيارة مصر، وأنني أتطلع إلى الاستقبال سيادتكم والترحيب بكم في الوقت المناسب لكم في رواندا لمواصلة التوسع وفيما بدأناه بالطبع واتفقنا عليه هنا اليوم. وشكرا على حسن انتباهكم وعلى كرم الضيافة وحرارة الاستقبال الذي تلقيناه. أتوجه بالشكر لسيادتكم ولحكومة سيادتكم ولشعب مصر. شكرا جزيلا سيدي الرئيس.